سلام عليكم. لم تكن فلسطين قد احتلت بعد من قبل إسرائيل، لم تكن تلك الدولة الصهيونية قد قامت يومها. إذن دعونا نبحر في حلقة هذا اليوم في عالم الأخبار المحلية التي كانت تتناولها جريدة فلسطين مع بدايات أربعينيات القرن الماضي، بالضبط قبل قيام دولة الاحتلال بثماني سنوات، لعلنا نجد ما بين السطور جزءا من حياة أجدادنا اليومية. أهلا بكم في حلقة جديدة وأعداد جديدة من جريدة فلسطين التي صدرت قبل أكثر من 100 عام، وبالتحديد في العام 1911. في عددها رقم 278 الصادر في الثاني من كانون الثاني لعام 1940 وعلى صدر صفحتها الثالثة، تناولت جريدة فلسطين أخبارا محلية متنوعة تحت عنوان حوادث وأخبار محلية. إليكم مما ورد تحت هذا العنوان. لفت انتباهنا عنوان الخبر التالي: عدد فلسطين أمس إقبال منقطع النظير. في تفاصيله، اضطررنا أمس إلى تأخير نشر مواد كثيرة من رسائل البلدان والأنباء الخارجية والمحلية بسبب ضيق المجال، وقد نشرنا بعض هذه المواد المتأخرة في عدد اليوم. وجاءنا من مراسلين ووكلائنا في جميع الجهات أن فلسطين أمس، ويقصد هنا جريدة فلسطين، نفدت من أيدي الباعة بسرعة فائقة، ولم نستطع تلبية الرسائل التلفونية من يافا وبقية البلدان بطلب أعداد فلسطين، لأن الكمية الكبيرة التي طبعناها قد نفدت بسرعة كما ذكرنا. وتحت عنوان لعبة الروليت انتشارها ومخاطرها، كتبت جريدة فلسطين التالي: انتشرت لعبة الروليت في يافا مؤخرا بصورة لفتت الأنظار وضج منها الناس بسبب الخسائر التي تصيب أولئك الذين يدفعهم هوسهم إلى المقامرة. فقد حمل إلينا البريد شكوى مريرة من قارئ حول انتشار هذه اللعبة وضررها الكبير وإغفال الصحف معالجة هذا الموضوع ومقاومة انتشار هذا الداء كما فعلت منذ سنين، لسيما في هذا الظرف المادي الصعب الذي تجتازه البلاد الآن. أما في العدد رقم 1 الصادر في الأول من أذار لعام 1944 وبالتحديد على صدر صفحتها الثالثة، لفت انتباهنا هذا الخبر المعنون ب لا لحوم للمدينة في هذا الأسبوع. في تفاصيل الخبر، أبلغت دائرة المؤن جمعية وشركة القصابين العرب في يافا أنه لن تقدم المواشي لهم للذبح والبيع في هذا الأسبوع نظرا لنفاد المواشي التي لديها. معنى ذلك أن المدينة ستحرم في هذا الأسبوع من اللحوم، وتتأزم الحالة بشدة متناهية جراء عدم استيراد مواشي جديدة للذبح، ويبقى الجمهور المستهلك محروما من هذه المادة الغذائية التي كان قد وافق على مضض بتخفيضها إلى النصف حتى لا يحرم منها. وأخيرا وقع ما كان يخشاه، ونظرا لما يتوقعه القصابون من اشتداد أزمة اللحوم جراء عدم عرضها للبيع في موعدها الأسبوعي وسخط الجمهور من ذلك، فقد تقدمت جمعية القصابين إلى دائرة المؤن بيافا تطلب منها السماح لها بالذبح من الخراف الصغيرة وبيع لحومها للجمهور بسعر 11 قرشا ونصف القرش الوقية الواحدة، هذا حتى لا تبقى المدينة دون لحوم ولا يحرم المستهلكون منها. لكنها لم تتلقى منها أي جواب بعد، والمأمول من الدائرة أن تتدبر الحالة قبل اشتداد أزمتها الجديدة. ونختم حلقتنا بهذا الخبر، فقد تعنونت جريدة فلسطين في عددها رقم 281 الصادر في الخامس من كانون الثاني لعام 1940 وعلى صدر صفحتها الثالثة بعنوان نفر بوليس يظن بزوجته الظنون. في تفاصيل الخبر، أطلق نفر بوليس يهودي صباح أمس في القدس النار على امرأته من مسدس فقتلها، ثم أطلق على نفسه النار فأصيب بجراح خطرة.
نقلت المرأة القتيلة والرجل الجريح إلى المستشفى. يتحدثون في القدس عن سبب الحادث فيقولون إن الرجل ويدعى أبي كانوف نقل إلى العفولة منذ مدة وترك امرأته الشابة في القدس. وحدث ليلة أمس الأول أن طلبت المرأة من صديقة لها أن تنام معها في الغرفة، ففعلت ونمتا معا في سرير واحد طلبا للدفء. وفي منتصف تلك الليلة عاد الزوج إلى بيته وأطل من النافذة قبل أن يدخل، فوجد جسمين في سرير زوجته فصاورته الشكوك. وفي الصباح دخل المنزل على زوجته ويظهر أنه أطلق النار عليها على إثر جدال نشب بينهما، ويحقق البوليس في الحادث. هنا انتهت هذه الأخبار المنتقاة من جريدة فلسطين خلال تلك الفترة. وهنا لابد من التأكيد على أن فلسطين، وحسب جميع دراسات الأنثروبولوجيا التي أجريت مع بدايات القرن العشرين، كانت ذات مؤسسات تتطور وتنمو بسرعة، وكانت تمتلك قطاعا خاصا يوصف بالنشيط، وكذلك صناعات حرفية مزدهرة، والأهم التحول الكبير والسريع إلى مدن عصرية تمتلك كل أدوات الحداثة المأمولة وقتها. إذن ففلسطين كانت بلدا كاملا مكتف بذاته وميسور الحال ومن أجمل بلاد العالم. وهذا ما يناقض الرواية الصهيونية التي روجت لمقولة أرض بلا شعب. إلى هنا مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة من جريدة فلسطين تجولنا في عدد من أخبارها ومقالاتها في أعدادها الصادرة قبل أكثر من 100 عام، وتحديدا في عام 1911. أعداد جديدة وأخبار ومقالات جديدة في الحلقة القادمة. سلام عليكم.